أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حرج. معنا في استضافتنا النهاردة الاستشاري دكتور نبيل أمين، استشاري أول أمراض الذكورة والضعف الجنسي وعقم الرجال. وأحب أذكر أعزائي المشاهدين بالعشر نصايح اللي قلناهم في الحلقة اللي فاتت، وهي ملخص الحلقة اللي فاتت: لا عقم قبل الزواج، لا إثارة بدون قذف، التدخين العدو الأساسي للإنجاب والانتصاب، البروستاتا بريئة عن الضعف الجنسي، والحبة الزرقاء لا تضر بالقلب بل بتحسنه، الحبة الزرقاء مفيدة لمرضى الضغط، الحقن بيؤدي إلى تليف الأنسجة الكهفية، اتفق العالم على فشل حل ربط الأوردة، الجراحة التعويضية هو رجوع الأمل لحالات الضعف الجنسي المستعصي، لا علاقة بين الجهاز التعويضي والإحساس. استكمالا للي احنا كنا بنقوله في الحلقة اللي فاتت، هنبدأ نتكلم عن الأمراض العامة وعلاقتها بالقدرة الجنسية، وهنبدأ بالسكر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. عايزين أول حاجة نبدأ بسؤال: إيه هو تأثير السكر على القدرة الجنسية؟ كويس. ده طبعا احنا قلنا ان السكر ده من الاسباب العامه للضعف الجنسي. في عندنا طبعا من الاسباب العامه زي ما قلنا قبل كده السكر والضغط والامراض النفسيه المزمنه وبعض ادويه قرحه المعده، وفي ادويه معينه تانية ممكن هي تعمل لنا من السايد افكتس بتاعتها تعمل المشكله دي. بالنسبه للسكر، يعني السكر له كذا نتيجة. طبعا ده السكر بيبقى المفروض الواحد يبقى صديق الإنسان، يعني لو جه نحاول ان احنا يعني نتعامل معاه مش كعدو، كصديق، وان احنا نحاول ان احنا يعني نروضه. يعني السكر بيأثر على الأعصاب، نهايات الأعصاب اللي هي من المخ لل العضو الذكري، وبالتالي بتأثر على إفراز مادة نيتروكسيد اللي هي بتعمل انتصاب. وبعدين طبعا من برضو من مشاكل السكر ان هي بتعمل يعني تصلب في الشرايين بتاعة العضو، وبالتالي بتقلل الدم اللي بيدخل للعضو نفسه. طبعا لها برضو مشاكل تانية كتيرة، بس نخلي بالنا ان احنا لازم نحافظ على نسبة السكر وناخد علاج كويس جدا ونمشي مع الاطباء اللي هي المتخصصين في الموضوع ده علشان ما يحصلناش مضاعفات تنتج عنها الموضوع بتاعنا اللي هو الضعف الجنسي. طيب يا دكتور، يعني انا عايز اسأل سؤال اعتقد بيجي في ذهن المشاهد، يعني هل شرط ان انا لو انا مظبط السكر بتاعي ومظبط الانسولين او اخد انسولين بانتظام دائم والسكر بتاعي مظبوط، هل ده معناه ان انا مش هي ما فيش ما في يعني نسبه الضعف الجنسي مش هتبقى موجوده؟ هو يعني برضو ده سؤال ظريف. هو عاجلا او اجلا يعني مريض السكر لازم تحصل له مضاعفات، يعني اصل الواحد ما يقدرش يظبط نسبه السكر 100% في الدم يعني الا بطريقه يعني ممكن ان الواحد يدخل مستشفى بقى ويقعدوا يقيسوا السكر كل شويه وبتاع والكلام ده. انما لو الواحد ظبط السكر هتتاخر المضاعفات بتاعته الى يعني ابعد مدى، بس لازم نعرف ان مريض السكر في احتمال كبير جدا جدا ان ممكن يحصل له ضعف في الانتصاب، وممكن برضو بيحصل حاجات في العينين وبيحصل في حاجات في الأطراف في الرجلين، وكل الناس عارفين الكلام ده والدكاترة عارفين الكلام ده. فمريض السكر يعني لا يعني لو حافظ على نفسه وحافظ على السكر كويس يعني ممكن يأخر المضاعفات دي، لكن ما بيقدرش يتفاداها تماما، يعني لأن بعد كده هيدخل في موضوع، يعني لو جاله ضعف جنسي بعديها ما يقدرش يقول أنا ما أنا مظبط السكر وما حصلش بيحصل مضاعفات من السكر، ليه هو سكر مظبوط ومتظبط؟ ما هو دلوقتي يعني حتى لو حصل له مضاعفات احنا يعني عندنا العلاج الأمثل دلوقتي يا إما بالأدوية يا إما بالجراحات مهما كان.
فيعني المتوقع ان هو ممكن يحصل له، ولو حصلت له ممكن يجي بدري، وان احنا نحاول نعالج له الحاجات اللي هي المضاعفات دي. وبالتالي في علاج دلوقتي لكل شيء مهما كان، يعني حتى لو ما بت... لو الادويه ما بتديش نتيجه خالص، بنعمل جراحات وهنقولها لكم دلوقتي، بتؤدي الى ان الواحد يرجع 100%. ومعظم الناس اللي عندهم سكر برضو بيحصل لهم الكلام ده، يعني عندي نسبه كبيره من الناس اللي بيشتكوا عندهم سكر، وبس ما يخافش، يعني ما دام في علاج في الاخر ما يهموش. يعني ما نستاذن حضرتك يا دكتور، معانا اتصال تليفوني الاستاذ محمود. الو الو يا استاذ محمود. انا معاك. اهلا بيك يا استاذ محمود، اتفضل. الدكتور نبيل معاك. الدكتور نبيل، دكتور محمود اللي كلمتك من 15 يوم، انا حابب اكلمك الجمعه اللي فاتت، ما اعرفش اكلمك يوم السبت اللي فات، معلش ما اعرفش اكلمك تاني. اتفضل يا استاذ محمود، سؤالك ايه؟ انا عاوز اجي لك انا القاهره، بس انا يعني متابع حسابات مع كذا دكتور، وما حدش برضه مديني حل بالنسبه للضعف اللي عندي ده. لا بسيطه يا محمود، يعني انت عارف دلوقتي في علاج لحالات الضعف دي تساوي 100%، وما يتخافش، بس ايه، نكشف عليك ونعمل لك الفحوصات اللازمه، وبالتالي نعرف المستوى التعب اللي عندك قد ايه، وبالتالي تاخد علاج دلوقتي. حتى لو كان الانسان محتاج لجراحه، انا ببدا معاه برضه بالايه، بالعلاج، لان 80% زي ما قلت لكم قبل كده من الحالات بتخف بالعلاج، وبيقولوا يقولوا لي احنا بقينا كويسين وتمام التمام، وبظبط لهم العلاج ده. و يعني 10% بس من الحالات اللي ممكن يعني العلاج ما يديش نتيجة معاهم، بنعمل جراحة، والجراحة بتؤدي إلى علاج 100% بإذن الله. شكرا أستاذ محمود، والأرقام موجودة على الشاشة، لو أنت تحب تتصل إن شاء الله هيرد عليك. في اس ام اس جات لنا يا دكتور من اليمن، بتقول دكتور نبيل انا من اليمن، اسال عن تكلفه عمليات تكبير الذكر ومدى نجاحها، فذكري طوله 3 سم وهو مرتخي وغلظه مثل الابهام، وعند الانتصاب 12 سم وغلظه مثل اصبعي الوسطى والسبابه، وانا خائف من عدم كفاءته، وشكرا. ده كويس، احنا سؤال كويس، احنا كل مره برضه بنتسال نفس السؤال ده. انا اقول لحضرتك يا حبيبي، الطول اللي انت بتقول عليه ده ممتاز، لازم العضو لما يكش يبقى صغير جدا جدا، وكل ما يكش كل ما يدي نتيجه بعد كده كويس، لان العضو اللي بيفضل مدلدل ده وطويل ده في عدم الانتصاب ده بيبقى مليان لحمه من جوه، مش ما يتمليش دم كويس، وبالتالي ما يحصلش انتصاب كويس. الطول اللي عندك وهو منتصب ممتاز، مفيش مشاكل خالص، ولما بيكش برضو بيبقى الطول بتاعك كويس جدا جدا، وارجوك ان انت تثق في نفسك وما تروحش للدكاتره، واتكل على الله، وابقى ادعي لنا لما تتجوز وتبقى كويس. يعني بس يا دكتور في موضوع الطول دوت، فين فعلا الناس بتقول هو مش منتصب، في ناس عندها اللي بيبقى طويل، يعني هو مش بيبقى مكشش كده، ده بيبقى احسن ولا بيبقى اوحش؟ لا اوحش، يعني العضو هو مرتخي، المفروض ان هو في نسيج اسفنجي، في انبوبتين فوق كده وانبوبه تحت اللي هي بتاعت مجرى البول، مالناش دعوه بيها. الانبوبتين اللي فوق دول مليانين نسيج اسفنجي، وكل واحده فيهم شريان هو بيدخل الدم عشان يعمل انتصاب. فالمفروض النسيج الاسفنجي دي زي الاسفنجه، كل لما تكبسها قوي تشرب ميه كتير، كل ما تتكبس ما تشربش ميه، فبتفضل ايه على القوه الضعيفه بتاعتها، لان دخول الدم في العضو نفسه وحبسه في النسيج الاسفنجي ده هو اللي بيدي صلابه وبيدي انتصاب كويس جدا. فانا يعني تعرفين الناس اللي عندها مثلا بالهريسيا بتبقى تعمل لحمه حوالين الايه، جرانيشن تيشو حوالين البويضات اللي تنزل في النسيج الكهفي ده، وبالتالي اللحمه دي يعني ما بتديش قوه وصلابه زي دخول الدم اللي هو بيتحبس في العضو. فطبعا انا يعني ناس كتير جدا تسالني في الموضوع ده، كل ما العضو يكش كويس قوي دي ما فيهاش حاجه، وده كويس جدا جدا يا جماعه. هستاذنك يا دكتور، بس معانا اتصال تليفوني الاستاذ كريم من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ كريم، معاك الدكتور نبيل. مساء الخير، اولا كنت بس عايز اسال الدكتور سؤال مهم. ممكن بس تعلي صوتك يا استاذ كريم؟ ايوه ماشي. بالنسبه لزمايلي في الجيم،
كانوا بيقولوا ان في هرمونات ذكريه زي الديكا او غيرها او سيدوستون بتساعد على تكبير العضو الاحجام اللي الناس يعني او الشباب بيحب انها تكون موجوده. هل الكلام ده له خطوره؟ لو سمحت ان هو يجيب سرطان والعياذ بالله بعد كده، ممكن تناسب شخص وما تناسبش اشخاص اخرين، يعني الظروف بتاعت الهرمونات دي بالذات ايه وضعها؟ وخاصه برضه ان هم بياخدوها عشان خاطر العضلات وكده، وتبقى فيه هرمونات نمو وبتبقى فيه هرمونات مختلفه على حسب هل ده لو الواحد اخذ الهرمون الذكري زي سيدوستون مثلا او ايا كان الاسم، مش عايز اقول اسماء تجاريه، هل لو خده ممكن يؤدي الى سرطان والعياذ بالله؟ وهل ممكن يتاخد تحت اشراف طبي معين عن طريق الدكتور مثلا ويؤدي النتيجه المطلوبه ان العضو يزيد بدل الاعلانات التجاريه اللي موجوده في التلفزيون والحاجات ديت اللي هي ملهاش اي تاثير فعلا؟ وده بقى للدكتور بعد اذنك. سؤال جميل قوي من استاذ كريم. شكرا يا استاذ كريم. ده الانابوليكس او اللي هي التستوستيرون والحاجات اللي بتتاخد في الجيم ديت، في ناس بيقول لك بيقولوا ان هي ده علاج ممكن يكون علاج للضعف الجنسي، وبعدين هما بياخدوها كمان عشان يكبروا عضلاتهم والكلام دوت، بيفضلوا ياخدينها مده طويله. فاحنا عايزين نتكلم فعلا عن اضرار الهرمونات اللي بتتاخد في الجيم والانابوليكس والحاجات دي. انا لسه حتى جاي لي يعني الاسبوع اللي فات شاب يعني اتطلق عشان عنده ضعف، وعملت له اشعه لقيت عنده ضعف ووصل لدرجه ان هو لازم يعمل العمليه. ده طبعا عضلات وبتاعه ومنظر. انا قلت له انت بتاخد انابوليكس بتاخد ادويه في الجيم؟ قال لي يعني بس ده كلام فارغ. طبعا ليه بقى؟ طالما الواحد له شنب ودقن وصوته تخين يبقى التستوستيرون عنده او هرمون الذكوره عنده سليم 100%. لو خد بقى تستوستيرون من بره بيزيد نسبته في الجسم، ده ممكن يؤدي الى سرطان في البروستاتا يا جماعه. غلط الكلام ده. الحاجه الثانيه بالتستوستيرون لما بيتاخد من بره، هو اصلا هنا في الانسان الطبيعي بيتفرز من خصيه، فالخصيه تقول لك والله ما دام جبت من بره انا مش شغاله ومانيش هطلع تستوستيرون، فتعمل يعني ممكن تعمل عقم وممكن تعمل ضعف جنسي بعد كده. وبعدين الانابوليكس اللي هي المواد البروتينيه اللي بتتاخد برضو في منتهى الخطوره، دي ممكن تبوظ الكلى يا جماعه. يعني ايه ده؟ البروتين زياده على اللزوم يجي يتفرز في الكلى، فالكلى ترهق من نزول البروتين الزياده ده، وبالتالي يعني ممكن يحصل فشل كلوي. يعني في منتهى الخطوره انا بنبه الشباب، اوعى تاخد حاجات في الجيم، كل طبيعي وكل سلطه كويس وكل لحوم عاديه كويس، انما ما تاخدش ادويه من بره وبعدين يقول لك دي تحت اشراف طبيب تحت اشراف. غلط الكلام ده خالص يا جماعه. انا بشوف مآسي، يعني بشوف مشاكل جامده بتحصل يعني في الحالات دي، فاوعوا تاخدوا الحاجات دي خالص ارجوكم. ما يعني معلش يا دكتور هنستاذن حضرتك. معانا اتصال تليفوني تاني، الاستاذه منى من بني سويف. الاتصال انقطع. طب يا دكتور، هل فعلا بقى ديت بتعالج موضوع ضعف جنسي؟ هو اسمه هرمون ذكوره، فهو ممكن لما ياخده يحسن الذكوره بتاعته ولا بتقلب باثر رجعي؟ وبرضو عايزين نتكلم فيها في موضوع العقم، بس هنتكلم في الموضوع ده بعد الاتصال. معانا الاستاذ هاني. الو استاذ هاني. الو. ايوه استاذ هاني. الو. ايوه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اعرف بس الوضع الطبيعي للعضو، تمام، للعلاقه الجنسيه، يعني ايه تكون يعني كويسه وناجحه يعني. معلش السؤال تاني كده يا استاذ هاني. الو. ايوه بس ممكن توطي التلفزيون يا استاذ هاني. الو. ايوه يا استاذ هاني سامعينك بس قول سؤال. علاقه جنسيه ناجحه، تمام كده، يكون العضو يكون مقاسه كام بالظبط؟ يعني العلاقه ناجحه يعني جواز يعني. السؤال اللي يعني بطريقه ثانيه، ان مواصفات الرجل الناجح عشان يقدر يتم العمليه الجنسيه كامله، مثلا طول العضو، الانتصاب بتاعه يبقى عامل ازاي، ممكن نصايح ليها قبل ما يبدا.
خلي بالكم يعني برضو دي اسئله بتتردد كتير. يعني طول العضو لازم يتناسب مع طول المهبل في السيده. طول المهبل المعروف ان هو من قدام 7 سنتي ومن الخلف 9 سنتي، يعني المفروض ما يقلش عن 7 سنتي، وممكن لو زاد عن 9 سنتي يبقى خير وبركه. ف يعني الناس اللي بتجيلي تيجي تقول لي انا عندي 12 سنتي، انا عندي 13 سنتي، 15 سنتي، حلو جدا جدا يعني، انما اطول من كده احنا يعني جالنا في المستشفى واحد كان العضو بتاعه طويل جدا جدا، بحيث ان هو وهو بيجتمع مع مراته خرم المهبل ودخل في مصارينها، وبعدين خيطناه، وبعدين جه تاني برضه خرم الايه المهبل تاني. طبعا دي عامل التهاب بروتوني وعملت مشكله. ده المفروض بقى بصراحه يعني ما هوش فاهم، مش حكايه ضغط. ليه بقى؟ ان المهبل اللي هو للسيده يعني مش كله بيبقى الست بتبقى مبسوطه منه كله، يعني بتبقى التلت اللي هو الامامي فقط هو اللي بيحصل له كونتراكشن، هو اللي بيقفل، والتلتين اللي ورا بيروحوا منفوخين، بيبقى عامل زي الفلاسك شيب، يعني زي القله كده. فده عشان خاطر السائل المنوي يدخل في المكان الكبير ده، اكبر مكان، ويحوشه ما يطلعش بره. انما وشوف حكمه ربنا، التلت القداماني بس هو اللي بينبسط، اللي بينقبض في المهبل. فطبعا العضو المفروض ان هو ما يدخلش بالكامل، اكتر من لو كان طويل قوي ما يحاولش ان هو يدخله بالكامل قوي ويضغط جوه لدرجه ان هو ممكن يعمل برفوريشن، يعمل يخرم الايه الفورنكس من ورا ويدخل بقى زي الشاب اللي انا قلت لكم عليه ده. وبالتالي برضو في نصيحه تانية، يعني القران بيقول ان لازم الواحد يمهد يعني قبل ما يجتمع مع امراته، ما يجيش زي انت عارفين البهايم على طول، دول ما عندهمش لا تمهيد ولا بتاع واي كلام كده. فاحنا المفروض ما نبقاش زيهم. المفروض الراجل ممكن من اول ما يحصل له اثاره بينتصب على طول، بيبقى جاهز. انما الزوجه دي بتحتاج يجي نص ساعه عشان تبقى جاهزه، تمام. فانت المفروض ان انت يعني حاول ان انت يعني مش عاوز اقول لك يعني ما تسيرش نفسك، او تخليها تسيرك، او تيجي جنب العضو الذكري بتاعك خلال نص ساعه الاولانيه لغايه لما هي تبقى مصاره بالكميه الكافيه، وبالتالي تقول لك يلا يبقى ايه احنا نبدا بقى الاثاره بتاعتنا بعد نص ساعه. لان الانثى بتبقى مبسوطه من اول دقيقه لغايه لما يحصل لها الشبق بتاعها، يعني ايه توصل لنهايه تفريغ الشحنه. انما الراجل يعني غلبان، ده الراجل ده يعني ان هو بينبسط في الثلاث ثواني اللي بيغزف فيهم بس، وانبساط الراجل ان هو بسط الست بتاعته، مش يعني ما بينبسطش زي او المتعه بتاعته ما تبقاش بنفس الايه القوه بتاعه الايه السيده. ولذلك يعني انا بعتبر نفسي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا دكتور لاسعاد الزوجات، يعني لان الرجاله دول غلابه، واحنا بنحاول ان احنا نظبطهم بحيث ان هم يبقوا يسعدوا زوجاتهم، بس لازم ننصحهم بالنصايح المظبوطه عشان خاطر يعني تبقى النهايه كويسه جدا باذن الله. نرجع لموضوع الهرمونات اللي بتتاخد في الجيم والكلام دوت. هل في سؤال بقى، يعني هو ما احنا اتكلمنا عن موضوع الضعف الجنسي وعلاقتها بالضعف الجنسي وعلاقتها بسرطان البروستاتا، بس هل ليها علاقه بموضوع الخلف او بموضوع تخليق الحيوانات المنويه؟ وممكن لو حد خدها وقفها بعد كده الموضوع يرجع طبيعي تاني، ولا ليه اثار سلبيه بعد كده دايما بتفضل معاه؟ لا يعني برضو ده سؤال ظريف. طبعا انا يعني ما بفقدش الامل، اول ما الواحد يبطل الحكايه دي الدنيا بترجع تاني كما كانت، بس ربنا يسهل وما يكونش حصل مضاعفات. الخصيه بتطلع حاجتين، بتطلع هرمون الذكوره من خلايا معينه، وبتطلع الحيوانات المنويه. فطبعا انت لما تديله هرمونات، الهرمون الذكوره اللي بيطلع من الخصيه هو اللي بيخلي الحيوان المنوي يتكون ويبقى يعني قادر على الانجاب.
فانت لما تديله هرمونات من بره خلي بالكم بقى بتعمل صدمه للخصيه تقوم الخصيه تقف. شفتوا بقى لدرجه ايه؟ ولذلك في ادويه اللي هي اخيره بروفيرون دي ميثايل تستوستيرون دي يعني احنا كنا بنكتبها زمان او اساتذتنا كانوا بيكتبوها على اساس ان احنا نعمل صدمه للخصيه وبعدين نوقفها تقوم الخصيه تشتغل حاجه زي ريستارت كده يعني للكمبيوتر. تمام. فللاسف ان بعض الاطباء الجداد اللي هم بيقلدوا الروشتات بيروحوا كاتبينها على طول على طول. طب انت تعمل صدمه للخصيه على طول؟ طب ما ده غلط الكلام ده يا جماعه. الميثايل تستوستيرون ده ما يتاخدش الا زي صدمه بس، يعني علبه مثلا وخلاص وقف الكلام ده. الناس اللي عندها ازوسبيرميا ما عندهاش حالات منويه ممكن الخصيه بعد الصدمه دي انها تبدا تشتغل تاني. وبالتالي يعني انا بشوف روشتات مكتوب فيها هرمونات ذكوره كتير، وده غلط يا جماعه، ان هرمونات الذكوره بتعمل صدمه للخصيه وبالتالي بتروح موقفه شغلها. وبرده هرمونات الذكوره لما نديها في واحد له شنب ودقن وصوت تخين حرام عليكم، الهرمون ده ممكن يعمل سايد افكتس جامده جدا جدا ومش هيعمل حاجه كويسه للاسف. فانا برضو بنصح الناس كلها ان هي ما تاخدش الهرمونات دي. اتكلم واسال بلا حرج بلا حرج اتكلم واسال. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع استشاري دكتور نبيل امين. دكتور احنا كنا بنتكلم عن هرمون التستوستيرون واتفقنا في موضوع ان مضاره اكتر من منافعه، وما نقدرش ناخد هرمون التستوستيرون الا باستشارة الطبيب حين اللزوم، يعني لما يكون مثلا فعلا واحد محتاجه، واحد عنده نقص حاد في هرمون التستوستيرون، واحد عنده ساعات بنعالج العقم بنعمل شوك للخصية بس مش لازم نستخدمه على طول. طب ندخل بقى في الناس اللي بدا يجي لهم موضوع الضعف الجنسي بعد كده، نبدا نعالجهم طرق علاجهم بعد تشخيص ان واحد بقى عنده ضعف جنسي وسببه عضوي، لان الاسباب في اسباب بعض الاسباب بتبقى نفسيه، فلو سببه عضوي نقدر بقى نعالجه ازاي؟ في ده دخل في اطار تخصصنا. تمام. الاول لازم نشخص الضعف ده هل سببه نفسي ولا سببه عضوي. في عندنا أجهزة كتيرة جدا، أول جهاز اللي هو ده، الجهاز ده بيفرق بين الضعف الجنسي النفسي والضعف الجنسي العضوي، وبالتالي يقول لنا الراجل ده يعني ممكن بالنهار، شوف بالنهار مثلا هي حاسس بضعف سبب نفسي يعني، انما بالليل بيكون انتصابه قوي جدا جدا. الجهاز ده بيشتغل والمريض نايم بالليل، وبالتالي بالكمبيوتر بنعرف هو عنده سبب نفسي ولا سبب عضوي، وهل هو عنده ضعف ولا لا. وبالتالي برضو لو في عنده ضعف عضوي نقول لنا الشرايين الاورده شكلها ايه مبدئيا. طب يا دكتور بس انا عايز اسال سؤال، هو ده الجهاز ده بيحتاج ان احنا نعمل حقن وكده؟ او في ناس بيقعدوا بيتكلموا يقول لك هو الجهاز ده عامل زي بتاع احمد زكي اللي في فيلم استاكوزا، قال لهم بيوروا ناس. طب الانتصاب بيقوم ازاي؟ يعني ازاي بيحصل انتصاب عشان نقيسه؟ الانتصاب ما بيحصلش غير لما يحصل اثاره او ان حد بيحقن له حاجه ماده تعمل له انتصاب. تمام. لا الجهاز ده ما زي جهاز رسم القلب ما ملوش علاقه خالص بالحقن ولا اي حاجه انفيزيف، وبالتالي هو زي جهاز رسم القلب، حاجات كده بتتركب على العضو ومتصله بالجهاز بتاع بالكمبيوتر، وتاني يوم الصبح بنقرا النتائج بتاعتنا وبنعرف عنده ايه بالظبط. وانا ممكن اقول للمريض انت وضعك ايه وبيحصل لك ايه وانت نايم وانت مع زوجتك والكلام ده كله بدون هو ما يقول لي الكلام ده كله، وممكن يقول ما يكونش قال لي كل الكلام او قال لي كلام غلط، يقول لي انا كويس انا تمام انا مش عارف ايه، وتاني يوم اقول له لا اسف انت تعبان انت عندك كذا. وبالتالي
لو هو بقى يعني لقينا عنده ضعف عضوي، في جهاز تاني ده بيشتغل برضو بالموجات الصوتية الملونة. الجهاز ده اسمه كالر دوبلكس الترا سونوجرافي. الجهاز ده بيعمل بيقيس لنا كفاءة الشريان اللي بيعمل انتصاب، وبيقيس لنا قوة الصمامات بتاعة الأوردة اللي بتحبس الانتصاب، وبيعمل سكريننج للكافيرنس تيشو اللي هو النسيج الكهفي. وبالتالي بنقدر نعرف كفاءة الإنسان ده. يعني مهم جدا الشرايين نعرف لو قوتها ضعيفة يبقى لازم لها علاج معين. الأوردة برضو لو بتسرب دم برضو لها علاج معين. وبعدين الحاجات دي احنا يعني مش من الأجهزة على طول نقدر نقول لك الراجل ده يعمل كذا وكذا على طول، لا، لازم ان احنا نقارن بين نتائج الأجهزة وبين اللي هو بيقول العيان او بيشتكي منه. لو الاثنين ماشيين مع بعض، يعني لو واحد يقول لك انا ما عنديش انتصاب خالص من اول ما بلغت وما عمريش حصل انتصاب لا بالليل ولا بالنهار ولا الكلام ده كله، وبعدين الأجهزة قالت ان الشريان بتاعه ضعيف، خلاص يبقى الاثنين ماشيين مع بعض. لو قال لي مثلا ان انا اما بيحصل انتصاب وقرب للزوجة يروح نايم مني بقى، برضو ده يمشي مع اللي بيبان في الأجهزة الصمامات بتاعته تلاقيها مش مظبوطة، في تسرب وريدي مثلا. وبالتالي كل حاجة بنشوفها في الأشعات وفي الأجهزة لو بنشوف تناسبها مع الهيستوري بتاع العيان وكلامه ايه، لو ماشيين مع بعض يبقى العلاج هيمشي في طريق مظبوط. او انا اصحح له بقى اقول له والله انت اللي بتقوله كلام غلط، الصح كذا وكذا وكذا، ولازم هو برضو يقر. انا مش ممكن اعالج اي انسان الا لما يقول لي فعلا انا عندي كذا وكذا. لو بيكذب بقى ويقعد يقول الكلام ده مش هعرف اعالجه خالص. يعني لازم احسن بعد ما اعالجه يقول لي انا كنت كويس وبتاع، لازم يقر ان هو فعلا مريض حسب الايه الاشعاعات والكلام اللي احنا بنعمله. هنستكمل حديثنا يا دكتور بس بعد اذنك. معنا اتصال تليفوني، ام محمد. الاتصال اتقطع. طب نستكمل حديثنا دكتور. طيب في موضوع حته ان هو كان، انا فعلا الشكوى دي انا سمعتها، واحد بيقول لي انا انا وانا كنت وانا بنام على ظهري الانتصاب 100 100 وكل حاجه، وبعد كده لما اجي اقلب نفسي الانتصاب بيروح مني. مزبوط. وبعدين هو بقى بيقول لي ان هي الموضوع ده سرعه قصف، يعني بيحس سرعه قصف مش ضعف جنسي. هنجاوب على السؤال اللي انا بقوله حضرتك دوت بعد ما نسمع اتصال تليفوني. معانا ام محمد رجعت تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي حفيدي عنده 8 سنين. ايوه. فالطهارة بتاعته جار عليها شوية حاجة بسيطة يعني، فبنتي راحت ودته الدكتور قال لها عاوز دكتور تجميل، بس هو المستقيم بتاعه لا مؤاخذة بينتصب وكده يعني. حضرتك لازم اشوفه. نعم. لازم اشوفه. يعني ما يروحش تجميل؟ لا ابعتهولي. واحنا بنعمل تجميل للمكان ده، احنا اللي بنعمل تجميل للمكان ده، بس لو محتاج له فاشوفه وباذن الله هقول لك تعملي ايه بالظبط واقول لك النصيحه، وعندك الارقام اللي على الشاشه اتصلي بيهم وباذن الله هيبقى فيه خير يعني. شكرا يا محمد. نستكمل السؤال اللي هو موضوع ان المس اندرستاند او سوء الفهم في موضوع ان الانتصاب يهرب منه ده سرعه قصف. لا يعني لازم تعرفوا ان في حاجه لطيفه قوي، ان العضلات بتاعه الاليا من ورا مليانه شرايين واورده كتيره جدا جدا، طول ما الواحد نايم على ظهره يبقى كابس الكلام ده كله، فالدم كله بيروح للحوض ويروح العضو فبيعمل انتصاب كويس. ومجرد بقى ان هو يروح اي مره واحده الدم ده يروح مسحوب للاليا من ورا، فممكن الانتصاب بتاعه يروح. في الحالات دي يعني العلاج الاولي ان هو ممكن الاجتماع بتاعه او المعاشره بتاعته تبقى وهو نايم على ظهره، وهي مراته تبقى هي اللي فوق، علشان هيفضل انتصاب مده طويله جدا جدا. وطبعا دي برضو من مميزاتها ان الزوجه
هي اللي بتنقي المكان اللي ايه اللي بيبسطها، فتقدر تسهل على الراجل يعني ايه يعني المدة نفسها، وما ما يعني ما ياخدش مدة طويلة، وهي اللي عارفة الأماكن. وخلي بالكم الأماكن بتاعت الإثارة بتاعت الزوجة بتبقى موجودة في ايه في بداية الفتحة نفسها، يعني ايه يعني يعني على بعد 2.5 سم من قناة فتحة مجرى البول، دي اسمها الجي سبوت، دي بتتجمع فيها كل الأعصاب. مش جدعانة ان العضو بيدخل لجوه خالص، يعني الا في حالات بسيطة، ان بعض الزوجات بتبقى الدق المنتظم على عنق الرحم هو ده يعني ايه ممكن يدي اثارة جامدة جدا، بس معظم السيدات بتبقى الاثارة في المنطقة الخارجية في البزر، وطبعا الطهارة بيروحوا قاطعين معظم البزر، بس له جدر لسه، فالجدر بتاع البزر يعني لو الواحد قعد بصباعه حرك عليه كده لغايه لما يجمد زي صباعك كده، ده تبقى هي جاهزه بقى في الوقت ده، وبالتالي ان انت تبدا تيسير نفسك وتبدا تشتغل، هتاخد مده بسيطه ومش هيحصل لك قذف سريع. بالنسبه بقى للعلاجات للموضوع ده، احنا عندنا في ادويه اللي هي الحبة الزرقاء واللي زيها. الحبة الزرقاء بتعمل ايه؟ هي مش بتعمل انتصاب، خلي بالكم، لا، دي بتمنع تكسير المادة اللي بتعمل انتصاب. يعني الواحد لو حصل له اثارة في مادة بتتفرز بتعمل انتصاب، في بقى انزيم في الجسم اسمه دايفوسفوستيريز انزيم بيقعد يكسر المادة دي، تمام؟ ففي الشباب الصغيرين اللي الاثارة عندهم كتيرة جدا، فلو كسرت شويه صغيرين هيفضل برضو منتصب كويس، انما لو الناس الكبار الانزيم ده بيروح مكسر كل الايه الماده اللي بتعمل اثاره، فالواحد ما يحسش بالانتصاب. ولذلك الحبه الزرقاء بتمنع تكوين الانزيم ده، فاقل كميه اثاره بتبقى ظاهره وتعمل انتصاب كويس وتعمل شغل كويس. وفي طبعا دي اسمها سيلدينافيل، في منها اسامي كتير، في منها الاحمر والازرق حتى والوان تانية. وبعدين في بقى طلع حاجه جديده، دي الجرعه بتاعتها 100 مللي جرام بتقعد 6 ساعات. في طلع حاجه اسمها تدلافيل، التدلافيل دي الجرعه بتاعتها اصغر شويه 20 مللي جرام، بس برضو بتقعد 6 ساعات زي الحبه الزرقاء بالظبط، وملهاش سايد افكتس كتير زيها، دي كويسه يعني. وفي طلع حاجه ثالثه اسمها لا اللي هي اللي زي الفياجرا اسمها فاردينافيل. التدلافيل بقى دي الحبه الصفراء دي بتقعد 36 ساعه. طبعا دي ما انا ما بنصحش بيها كتير، لان مش معقوله الواحد يفضل مخلي الانزيم ده متكسر 36 ساعه. احنا ما نعرفش لغايه دلوقتي الانزيم ده موجود في الجسم كله، وبالتالي ممكن الواحد يحصل له يرتفع الضغط عنده، لان ده بيوطي الضغط. فغلط يا جماعه، انا بشوف اليومين دول روشتات بيدوا الايه نص حبايه كل يوم، نص حبايه او ربع حبايه كل يوم، غلط الكلام ده يا جماعه. يعني انت احنا دلوقتي بنمنع تكوين الانزيم ده اللي هو مهم في الجسم، في العينين وفي كل منطقه في الجسم كلها، فلما احنا نوقف الانزيم ده احنا ما نعرفش الايه المشاكل اللي ممكن تحصل. انا رايي احنا ناخد في وقت اللزوم بس وخلاص. وبعدين يعني انا سمعت كذا واحد يقول لك ايه انت تقعد تاخده كل شويه وبعدين تروح موقفه، كلام فارغ يعني. ده بيشتغل بطريقه معينه، انا رايي انها تبقى ساعه اللزوم بس يعني، تمام كده، لان الدواء ده لو ما اداش نتيجه خالص لمده شهر وخلاص ما فيش نتيجه اكنك بتاخد ميه يعني، يبقى الحل الثاني عمليه جراحيه وهنقولها دلوقتي. يعني مش طول مدة العلاج الدوائي بتفيد اكتر، يعني هي فعلا لو ما عملتش نتيجة مرضية فبالتالي طول المدة بيسبب اعتقد مشاكل نفسية كمان اكتر من ان هي كمان عضوية للمريض والبارتنر بتاعه اللي هم الشخص اللي معاه. طيب ننتقل بقى بعد موضوع العلاج الدوائي، ننتقل لموضوع العلاج بعد كده الحقن. احنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت احنا ما نصحناش بيه. ايوه. ليه بقى؟ كان اسبابه وضرره ايه؟
برضو في يعني مدرسة من المدارس الطبية ان هم بيحقنوا مادة اللي هي البروستاجلاندين او بابافرين او حاجات تانية او حاجة اسمها الرباعي دي. يعني يا جماعة انا بنصحش بيها. في دكاترة بيحبوا الكلام ده كله ان هو بيقعد يحقن العضو نفسه قبل ما يعمل حاجة بكمية معينة من المادة دي، فبتعمله انتصاب صناعي وبالتالي ايه يبقى مبسوط، بس مضرها كتير جدا جدا، لان الابرة نفسها حتى لو كانت رفيعة تعمل تليف في المكان ده، تمام، تليف على تليف على تليف، تروح موقفة لايه مبوظة النسيج الاسفنجي خالص، وبالتالي لو برضو لو ممكن دخل في وريد او شريان برضو ممكن هو يدمره ويعمل مشاكل ويعمل تورم نزيف يعني في المنطقة، تجمع دموي في المكان ده. فطبعا يعني انا ما بحبس الحكاية دي خالص وما بحبهاش، بس في ناس ماشية في الموضوع ده. انا شفت حالات بعمل لهم عمليات لقيت الحتة دي متليفة بطريقة يعني حاجة صعبة جدا جدا، بحيث ان هو بوظ النسيج الكهفي. طب ليه بقى؟ يعني انت بعد ما تبوظ النسيج الكهفي تيجي تقول لي انا عاوز اعمل عملية؟ لان انا لما باجي اعمل عمليات انا بعملها بتكنيك جديد، ان انا بحافظ على النسيج الكهفي والشريان بتاعه واحط الدعامه بتاعتي جنبهم. قبل ما ننتقل بس معلش يا دكتور في موضوع العمليات الجراحيه ديت، انا عايز بس اذكر برضو في خطوات اللي هي احنا علاج دوائي وبعد كده الحقن. في بعض الناس الموضوع ده اعتقد عشان بنذكر الناس المشاهدين في الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تدليك البروستاتا ومشاكلها واتكلمنا عن عمليه ربط الاورده، برضو بنذكرهم تاني عشان موضوع ان تدليك البروستاتا من الحاجات الحاليا ممنوعة، تمام، انها ملهاش مفيش علاقة بين البروستاتا والانتصاب. كان زمان يعني ايه ما كناش عارفين حاجة وما كانش فيه الاجهزة دي خالص، فكنا نقعد نقول للمريض انت عندك التهاب في البروستاتا، طب تعال نعمل لك تدليك، طب تعال نديك مضادات حيوية، وبالتالي في الاخر بعد ما العيان يزهق يجي يقول لي يا دكتور انت عملت لي حاجات كتير قوي وما مدتش نتيجه وانا مش مبسوط من النتيجه، تمام. وبالتالي لما احنا ما كناش بندي نتيجه الدجالين يشتغلوا بقى وقال لك نعمل لك ربط، ده انت مربوط، ده انت نعمل لك حجبه بتاع الكلام ده، دي كان عيب في الايه في الناحيه الطبيه. دلوقتي الاجهزه بتبين العيب فين بالظبط وبالتالي العلاج ايه. انت يعني احنا قلنا الجهاز اللي هو بيبين لنا اذا كان في فرق، بنفرق بين الضعف الجنسي النفسي والعضوي، وفي جهاز تاني اللي هو كالر دوبلكس ده بيورينا اذا كان في الشريان كفاءته قد ايه وقوه الصمامات بتاعت الاورده ايه بالظبط، وفي جهاز ثالث بيقيس اسمه البايسوزيميتر بيقيس الاعصاب بتاعت العضو نفسه، وبالتالي دي الاعصاب السوماتيك. في بقى اعصاب تانية اسمها الفيريك، جهاز اسمه فيريكير ده بيقيس الايه الاوتونوميك نيرف سيستم بتاع اللا اراديه اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الانتصاب اللا اراديه. فدلوقتي احنا عندنا كل الاجهزه اللي بتقيس كل حاجه، وبالتالي الموضوع بقى عندنا باين زي الشمس، وبنعرف التشخيص ايه بالظبط 100%. اهم حاجه التشخيص، وبالتالي العلاج سهل جدا جدا. 80% من الحالات اللي بتجيلي بتاخد علاج وبتخف وتمام التمام. في زي ما قلت حضرتك ان في بعض الدكاترة بتدي الحقن الموضوعية دي وانا ما بحبزهاش، وفي بعض الاجهزة اللي لو واحد عنده فشل كلوي او عنده الكبد تعبان وما نقدرش نديله ادوية، في حاجة اسمها فاكيوم برضو دي، بس دي عيبها انها بتسحب الدم الفاسد وعشان تعمل انتصاب، والمفروض انا ما بنصحش ان هو يفضل منتصب اكتر من نص ساعة، وإلا العضو ده ممكن يتقطع بعد كده يحصل له اسكيميا والدم يقف عنه وبالتالي يحصل له غرغرينة، وده غلط الكلام ده. وبعدين في برضو حاجة تانية، في لبوسة صغيرة بتتحط في اول قناة مجرى البول، دي بتعمل انتصاب لمدة ساعة برضو زي الحقن بالظبط، بس دي عيبها لو في جرح ولا حاجة ممكن تعمل هبوط مفاجئ وممكن العيان يموت فيها. في برضو اكتشفوا في أمريكا قرص بيتاخد تحت اللسان قبل اللزوم بعشر دقايق زي بتاع القلب
لا ده حاجة تانية. الـ الـ القرص ده بيعمل تنبيه بقى من المخ نفسه بقى للمنطقة التحتانية، بحيث ان هو يروح عامل انتصاب جامد جدا جدا، حتى لو كان قدامه قرد، لو ما قدموش اي حاجة بيحصل زي الفياجرا لازم يكون فيه اثارة. الفياجرا لازم يكون فيها اثارة، انما القرص ده مش مهم يكون اثارة، بس ده بقى ارضه ما عادش بينتج كتير دلوقتي ومش موجود في مصر. انما انا بقول لكم كل الحالات الحاجات اللي هي موجوده في الكلام ده. اعتقد موضوع الفاكيا من اللي هو الجهاز بتاع سحب الهواء دوت، ده ما نستخدموش او مش مستحب ان هو يتعمل غير لما يكون العلاج الدوائي والعلاج الجراحي مش ممكنين. يعني شخص فعلا عنده فشل كبدي او فشل كلوي، فوصلنا المرحله اللي هو ما قالوش اي حل غير اللي احنا نبدا ندخل في موضوع الفاكيوم دوت عشان مضره زي ما حضرتك قلت. تمام. طب ندخل في العلاج الجراحي بقى. طيب. كان زمان سنه 86 واحد اكتشف، قال لك ايه؟ قال لك نربط الاورده اللي هي بتسرب دم دي، وبالتالي يعني نوقف التسرب الوريدي. فكل العالم عمل العمليه دي زيه بالظبط، ربطوا الاورده، فكل العمليات فشلت، واللي ما فشلش بعد 8 اشهر فشل. فطبعا ثبت ان عمليه ربط الاورده دي كلام فارغ، وانا ما بحبذهاش، لان هي غير ذات قيمه، ما بتديش نتيجه كويسه. اللي احنا بنقعد بس نقطع في الاورده بتاعه العضو بدون داعي، لان ثبت ان العيب جوه العضو نفسه مش في الاورده اللي هي الخارجيه. طبعا احنا قلنا الفاكيوم وقلنا الحقن وقلنا اللبوس وقلنا الاقراص. في بقى لو الحاجات دي كلها ما ادتش نتيجه خالص، يبقى الحل الثاني علاج جراحي. العلاج الجراحي احنا بنزرع دعامه داخل العضو. انا قلت لكم العضو فيه ثلاث انابيب، الانبوبه اللي تحت دي بتاعت قناه مجرى البول ما لناش دعوه بيها، انبوبتين اللي فوق دول اللي هم اللي فيهم نسيج اسفنجي والشريان. فاحنا بنزرع دعامتين جوه الانبوبتين اللي فوق دول، بحيث ان هم يدوا انتصاب 100%، يعني يدي انتصاب 100% وبيدوم مدى الحياه. ودي عمليه رخيصه وما فيش مشاكل منها خالص. شوف، عباره عن انبوبتين من الميديكال سيليكون، وجوه كل انبوبه كور من يا اما حاجه ستينلس ستيل او الايه او السيلفر الفضه. فدي بتدي قوه انتصاب 100%. بعد ما يخلص ان شاء الله يقعد ساعه ساعتين، يروح تانيها كده، تبقى الايه العضو متني لتحت مش باين. ساعه اللزوم يفردها كده، ما تتنيش بقى، بتدي قوه انتصاب 100%. في بقى نوع تاني اللي هو بيبقى اسمه انفلاتابل. النوع ده بيبقى برضو الانبوبتين دول كده، والبالب دي بتتزرع جوه جنب الخاصيه، تمام، بتبقى كانها خصيه ثالثه. بيدوس عليها كده، مجرد ان هو يدوس عليها كده تدي قوه انتصاب، شوفوا 100%. خلاص، بعد ما بيخلص بيروح كابس العضو ويروح دايس من فوق كده العنق بتاعها، بيروح مرجع الايه البتاع، تبقى ايه يعني بقى طريه جدا جدا. في برضو نوع ثالث بيبقى البلب بتاعته موجوده جوه الخصيه زي دي كده، بندوس عليها شايفين ثلاث مرات كده كده، فبيعمل قوة انتصاب 100%. بعد ما بيخلص خالص بنروح كسرين العضو ونعد من 1 لـ10، 3 4 5 6 7 8 9 10. شوفوا العضو بقى ايه، بقى طري خالص، دي بتماثل الطبيعي. في بقى نوع رابع بقى تاني، برضو الانبوبتين دول كده كده، شوفوا اهو الانبوبتين دول كده، وده صمام برضو جوه الخصيه. وبعدين في ريزرفوار ثالث بقى، ده بيتحط جوه البطن جوه جنب المثانه، ده عشان يدي كفاءه اكتر وقوه اكتر. لما يدوس عليها كده ثلاث مرات اهو ادى قوه انتصاب 100%، تمام. بعد ما بيخلص خالص، معلش يا دكتور، الجهازين اللي في الاول دولت اللي هو الماليبول اللي هو بيتنى وبيتفرد، والتاني اللي هو ليه بلب اللي هو الانفلاتابل ده،
ده اللي بيتعمل دايما في مصر، لكن الجهاز ده انا اول مره اشوفه. ده لسه جهاز جديد يعني؟ لا لا لا، ده انا عملته من زمان، ده موجود من زمان، ده اسمه الثلاثي. وده قوته جامده جدا، لان في ريزرفوار جنب البطن، في البطن نفسها جنب المثانه، ده بيدي قوه جامده جدا. بعد ما بيخلص بيروح دايس على الصمام ده كده ويروح كابس العضو، تمام. هتلاقي ايه بقى طري ورجع كما كان. في نوع بقى ثالث او رابع برضو زيه، شركه تانية بيدوس برضو، لها ريزرفوار كبير اللي هو ده بيتزرع جوه البطن، وبيروح دايس برضو كده ثلاث مرات، فبيدي قوه انتصاب 100%. وبالتالي بعد ما بيخلص خالص بيروح دايس على عنق الصمام ويكبس العضو نفسه، بيرجع السائل اللي جوه، وبالتالي بيبقى يرجع كما كان. شفتوا انا وريتكم كل الايه الاجهزه اللي موجوده في العالم كله، وانا عملت العمليات دي كلها وبعملها بنجاح 100%. وانا عندي ناس عامل لهم عمليه من 18 سنه ومن 20 سنه ولغايه دلوقتي كويسين جدا جدا، ويعني مش عاوز اقول لكم من جميع الدول العربيه، من اول في العراق وسوريا وفلسطين ولبنان والسعوديه ودول الخليج واليمن والسودان وجنوب السودان، حتى تشاد. انا عملت عمليه لواحد من تشاد من تحت ليبيا، ومن ليبيا كتير جدا من الدول العربيه. يعني الحمد لله انا عملت عمليات فخمه جدا جدا كلها ناجحه وبتدي نتيجه 100%، وانا سعيد جدا جدا بالنتائج بتاعتي. شكرا يا دكتور. الجهاز دوت بيبقى ليه مشاكل مع الاحساس؟ يعني في واحد ممكن يحس بالجهاز ده جواه او الكلام دوت، لان الموضوع ده بيبقى حساس جدا عند المرضى. مظبوط. دلوقتي الاحساس بتاع العضو بيبقى في ظهر العضو. تمام. الاعصاب هي الصدمه. معلش بسرعه عشان قدامنا دقيقتين على الختام. ماشي. بيبقى في ظهر العضو، تمام. فانا بفتح من تحت من هنا بين العضو وبين الخصيتين، وبالتالي انا بعيد جدا جدا عن، يعني في دكاتره بتقعد بتفتح من المنطقه دي، وادي انا ما بحبذهاش، لان دي يعني عمليا مش هتدي النتيجه اللي احنا عاوزينها. انا بفتح بين العضو والخصيتين وما بيبانش الجرح خالص، لانها بخياطه داخليه، وبالتالي العمليه دي لا تأثر على التبول ولا على الإحساس ولا على القصف ولا على اللذة إطلاقا. ما ملهاش الحاجة اللي قبل العملية هي زي اللي بعد العملية بإذن الله. معلش يا دكتور الوقت مش سايفنا اللي احنا نقدر نكمل كلام في الموضوع دوت، بس زي كل حلقة هنديكوا العشر نصائح اللي هي تلخيص للحلقة بتاعت النهاردة. أول نصيحة، السكر أكبر عضو للانتصاب، لا علاقة بين كبر وطول العضو والإشباع الجنسي، أهم شيء الانتصاب الجيد. نصيحة للشباب، حديث الزواج التمهيد الجيد قبل الجماع. متعة الرجال في سعادة الزوجة، احذر من استخدام المفرط للهرمونات في رياضة كمال الأجسام، لأن مضاره أكثر من منافعه. هرمون التستوستيرون بيسبب سرطان البروستاتا. هرمون التستوستيرون من الممكن أن يسبب العقم. الحبة الزرقاء مش بتعمل انتصاب بدون إثارة. جهاز الفاكيوم، لآخر نصيحة، جهاز الفاكيوم اللي هو سحب الهواء ده غير مستحب إلا بعد صعوبة إجراء العلاج الدوائي والجراحي والحقن. بنشكر حضرتك، بنشكر الاستشاري دكتور نبيل أمين. شكرا يا دكتور، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة.